مهندس باسم مشاحيط، مشاة القدس، منطقة مركز بدر. مزارع أحمد عبد العاطي، موقع الضبعة، منطقة الصرف. احنا النهاردة في يوم حقلي خاص بشركة سامتريد مع صنف ريد جايدا باير سيمنز. احنا زرعنا طماطم صنف ريد جايدا من الأصناف إن شاء الله الواعدة في السوق. شفنا النهاردة حاجات بصراحة كويسة جدا، شفنا الصنف فيه تبكير وفيه صلابة وفيه لون جيد جدا، فان شاء الله هو من الأصناف المبشرة اللي هتدخل السوق المصري بقوة ان شاء الله. والإنتاجية بسم الله ما شاء الله حلوة خالص، والجودة 100% بسم الله ما شاء الله كعرش، وفي نفس الوقت بتحتاجش مية كتير، الجودة بتاعتها 10/10. كمان الصنف النهاردة فيه صنف كنترول موجود معاه، مش هنذكر اسامي طبعا، بس هو واضح وظاهر قوي يعني عن الصنف الكنترول كتحملات امراض وكصلابه، فان شاء الله باذن الله اضافه قويه للسوق المصري في الاصناف الطماطم اللي هي الصيفي. زي ما انتم شايفين حضراتكم الزرع حاجة حلوة خالص وما بتفيرسش يعني في نفس الوقت، والنسبة العائد بتاعتها عالية جدا جدا، وحاجة بسم الله ما شاء الله من الآخر يعني، ومريحة يعني، وبتاخدش تسميد كتير، تستحمل الحر ومقاومة للفيروسات وبتستحمل الندوية، وفي نفس الوقت بتحقق أرباح عالية جدا جدا، والإنتاجية بتاعتها عالية خالص بسم الله ما شاء الله. شركة باير سيمنز اللي متعودين منها دايما إن هي بتقدم أصناف جديدة للسوق المصري ودعم قوي جدا للسوق المصري، وشايفين في الفترة الأخيرة طفرة قوية جدا 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 في الطماطم من باير سيمنز، ودايما إحنا متعودين منها على كده، ودايما هي مصدر الربح أو مصدر النجاح دائما في السوق المصري بالأصناف بتاعتها، فبنتمنى ليها التقدم والنجاح والازدهار دائما في السوق المصري. طماطم ريد جايدا جاية في وقتها.